وللحديث عن تأكيدات التقارير الحقوقية من محاولة السلطات في لبنان عرقلة مسار العدالة وحماية المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت، معنا من زيورخ مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية السيد فرانكو عبد القادر. مرحبا بك معنا. يا هلا، مساء الخير. كيف تابعتم إعلان القاضي طارق بيطار تعليق التحقيقات وكل الإجراءات المتعلقة بملف انفجار المرفأ؟ بداية تحية لكم والمشاهدين الكرام أستاذ يونس. يعني لا بد من الإشارة إلى أن بداية القصيدة كفر، بمعنى أنه هذه الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، وبدلا من أن تبدأ في تقديم في 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 بناء الإصلاحات وإصلاح القضاء، نراهم يمارسون ضغوطا كبيرة وإجرامية على القاضي بيطار كي يترك التحقيق وكي يمر كل هذا الانفجار دون محاسبة لأي من المسؤولين عن هذا الانفجار. طبعا هذه ضربة قوية لبداية عهد الحكومة التي أسست نال الفكرة قبل حوالي أسبوع من اليوم. هذه ضربة أكيدة للقضاء اللبناني ولسير العدالة ولكل ما يرتبط من إصلاحات، تلك الإصلاحات التي دعا إليها الرئيس ماكرون عندما رحب بنجيب ميقاتي قبل يومين في الإليزيه ونصحه وقال له أن يبدأ بالإصلاحات. هي الإصلاحات نراها اليوم عبر إقصاء قاضي نزيه عن ملف يعتبر من أهم الملفات الدولية التي حصلت، وليس فقط ملف اللبناني، لأن هذا الانفجار يعتبر ثالث أكبر انفجار في العالم. نعم، ألا يفترض بالحكومة والقوى السياسية أن توفر الحماية للمسؤولين عن التحقيق في الانفجار؟ الحكومة، رئيس الحكومة لا يستطيع توفير الحماية لنفسه ولا لرجاله. نحن نعلم أنه قبل عقد من الزمن سقط الكثيرون ممن يعارضون سياسة حزب الله، ومن خصوم حزب الله سقطوا شهداء جراء عدم تمكنهم من حماية أنفسهم، ولم تكن السلطة أيضا قادرة على حماية أي من رجالها. للأسف لا أحد يستطيع حماية أي كان في لبنان، لا أحد يستطيع حماية أحد إلا حزب الله المسيطر على الأمن والنظام والسلطة وكل ما يخطر على بال من سيادة أو قوة للدولة. للأسف نعم، على ذكر حزب الله، هو هدد باقتلاع القاضي طارق بيطار من منصبه إذا استمر بهذا المسار في التحقيق، ماذا يعني ذلك؟ صحيح، يعني أنه ربما أنه يستطيع أن ينفذ تهديده دون أي رادع. طبعا هذا كلام خطير، ولكنه أثبت أيضا قضائيا، حيث أن القاضي بيطار قال للمحقق تميز لأعلى سلطة قضائية في لبنان أنه لغسان عويدات أظن، أنه قد تعرض للتهديد من قبل وفيق صبا ضابط الارتباط في حزب الله، أو لا أعرف، ولكنه من الشخصيات الأهم في قيادة حزب الله بعد حسن نصر الله. وبالتالي هذا كلام، للأسف كلام خطير، وقد مر على مسامع اللبنانيين دون ضجة ودون أي رادع، دون أي ذكر لهذا الموضوع الخطير جدا على مستوى الحياة السياسية والقضائية في لبنان. نعم، ما الخطورة التي يشكلها الكشف عن ملابسات الانفجار، طالما أن كل الأحزاب استنكرت ذلك وقالت بأنها جريمة وجريمة إهمال كبيرة؟ لماذا ترفض هذه الأحزاب أن يتم الكشف عن الملابسات وعن المتهمين بذلك من الحكومة ومن غيرها؟ أولا، لأن كل الأحزاب مشاركة في هذه السلطة، كل الأحزاب المشاركة في هذه السلطة رؤوسها معرضه للعقاب، او لانهم كلهم مشاركون مع حزب الله. حزب الله لا يريد ان تظهر الحقيقه هنا، لان حزب الله هو من اتى بالمواد المتفجره
نيترات الألومنيوم إلى 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 مرفأ بيروت، لأنه إذا أثبت أن حزب الله هو من أتى بتلك المواد، طبعا يقع الحق على حزب الله، وهم أيضا لا يريدون أن يعترفوا أنها كانت ضربة إسرائيلية. ولهذا إذا 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 عفوا إذا أثبت أن هناك ضربة إسرائيلية وراء هذا الانفجار، فإن حزب الله سيكون محرج جدا 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 أمام اللبنانيين جميعا، لأنه حينها عليه الرد، وأيضا لأن هذا الانفجار الكبير وقع بسببه قصف إسرائيل. هناك سيد فرانكو، إلى جانب ما تفضلت به لضيق الوقت، هناك عامل مهم أرى أنه غير وارد في النقاشات مع الأسف، وهو الضحايا الذين سقطوا في هذا الانفجار والدمار الذي يعني أصاب لبنان وأصاب بيروت بهذا الشكل. من المسؤول عن ذلك؟ من الذي سيعوض الخسائر الكبيرة؟ للأسف في لبنان لا أحد يعوض للذين سقطوا وقبل ذلك الانفجار. الدولة اللبنانية مشتتة، ولكن وأيضا أهالي ضحايا الانفجار اليوم أصبحوا متروكين من الدولة ومن الشعب، لا أحد يقف إلى جانبهم. أنا قد نصحت البعض منهم بأن يتجهوا إلى القضاء، إلى المحافل القضائية الدولية لكي يحصلوا على حقهم، لكي أيضا يستطيعون إدانة الجاني والمسبب عن هذا الانفجار. هناك من للأسف لا يهتم البتة بآلام وخسائر هؤلاء الذين فقدوا أحبابهم في ذلك الانفجار، وأيضا عن هؤلاء الجرحى والذين فقدوا بيوتهم ومساكنهم ومأواهم. شكرا لك سيد فرانكو عبد القادر من زيورخ، مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية.